أنا كنت هنا في الكويت، في جئت هنا في آخر عام 90، في شهر 12 90، أنا والوالدة في المغرب معنا، وسكننا في منزلنا في شقتنا اللي كانت في جبل العياش في أكدال. وجاء الوالد بعد ذلك، يعني جاءنا، في حينها طلب من الأسرة أن تخرج، يعني من يعني يعني فبالتالي أخوي أسامة وأشقائه وأختي وزوجها والعائلة، وأيضا أخوي ناصر، على أساس يخرجوا من الكويت، لأنه الباقي كان في الخارج بحكم أنه في الصيف كثير من الناس يكونوا في إجازات هربا من حر الكويت، يعني الحارق، وهذا شيء معتاد يعني في الكويت تفرق في الصيف. وطلب من عمي علي الخروج الذي كان جاء وعاد، قال له الآن لا فائدة من الاستمرار، أخرج، لكن عمي علي أصر على البقاء. وعندما جاءت بعض الفصائل المسلحة الكويتية جاءت مع الأمريكان، هاجموا المنزل بالرصاص، وأصيب عمي علي بشظية يعني بسيطة، لكن الأصدقاء والجيران يعني هم الذين قاموا بحمايته، تصدوا لذلك واحتضنوا أسرته، عائلة طيبة، عائلة الصقر، احتضنته يعني حموه الحقيقة، لأنه وبعدها خرج، لكن خرج إلى عمان، لكن وأقام وقتها الشيخ سعد كان رئيس الوزراء، أقام يعني حراسة على المنزل، لكن كان في مشاعر كويتية غاضبة موجهة تجاه الفلسطينيين، بسبب أيضا كثير من الدعايات التي تريد أن تصطاد في الماء العكر، وأيضا الميليشيات الفلسطينية اللي كانت تشتغل مع القوات العراقية. هي مش ميليشيات فلسطينية، هي ميليشيات فلسطينيين، مش فلسطينية، فلسطينيين يعني تحت إدارات مجندين. نعم هؤلاء موجودين، لكن مش الفلسطينيين الكويت، ما لم يكن يعني لهم صاص. يعني هلو جاءوا مع القوات؟ جاءوا مع القوات. نعم، وكان كثير منهم يقف على الحواجز، والحقيقة كثير من الفلسطينيين عانوا عندما خرج القوات العراقية، يعني كم استباحة الحقيقة، استباحة كثيرين منهم، وحصلت عمليات متعددة، يعني لا نريد الآن أن نتعرض إليها، لكن عانوا الفلسطينيين معاناة شديدة، وكان في هناك قتلى وكذا. وأنا قلت إنه نحن تعرضنا في منطقة قتي، تعرضنا لدخول مسلح، و تم اقتحام البيت أكثر من مرة، إشعال النار فيه أكثر من مرة، وهكذا. فالمهم بتعليمات وقتها قبل خروج صدام، قوات صدام من الكويت، الحسن الثاني أعطى تعليماته، يعني الديوان الملكي أعطى تعليماته وتوجيهات الحسن الثاني طبعا بطبيعة الحال. فأعطي الأخوة كلهم أوراق مغربية، وبهذا استطاعوا أن يخرجوا من العراق. طبعا، لأن هذه هي الطريقة للخروج، ما كان يسمح العراقيين، يعني الكويتيين اللي خرجوا كانوا يخرجوا في الأول، أما عندما استحكمت القبضة لم يكن يسمح لهم بالخروج، يعني فهم خرجوا بهذه الورقة، بأوراق أنهم مغاربة، شايف. وذهبنا إلى بغداد لاستخراج هذه الأوراق، يعني لم يكن يعني لأخذ الموافقة على الخروج كان يقتضي الذهاب إلى بغداد. فالمهم هذا الذي حدث، والتنسيق مع السفارة المغربية في بغداد. وأنا مؤخرا التقيت الشخص الذي أشرف على هذه العملية، يعني بالصدفة التقيته في بيت مال القدس في مناسبة معينة، يعني لا مغربي. فهم خرجوا، يعني أهم شيء كان الوثائق، الوالد ومكتبة الوالد هذه خرجت، وبعض الأشياء. المكتب توعه كان احترق، المكتب، غرفة النوم، لكن النيران لم تمتد للأعلى حيث المكتبة، لأن المكتبة كانت في الدور الرابع من المنزل. فهذه خرجت، وهذه خرجت بحاويات برا إلى أظن العقبة،
ومن ايضا استمرت يعني كانت خليج العقبة تم يعني عبر الخليج في سفينة، لكن بعدين أكملوا الطريق مرة أخرى إلى المغرب. والحقيقة هذه الحاوية أو الحاويتين لم يفتحوا إلا في المنزل، يعني حتى لم يمروا على الجمارك. طبعا هذه تعليمات كانت وفتحت هنا، وكان أغلب الأشياء المنقولة هي أوراق وكتب وقضايا من هذا النوع. ومن هناك أول ما جئنا طبعا هذا يعني هذا الكلام حصل طبعا قبل شهر، يعني حصل في أوائل عام 91، لكن إحنا كنا جئنا واستقرت العائل من جاء من الأسرة في هذه الشقة. كنا 5 عائلات في شقة واحدة، كل عائلة في غرفة من الغرف، لكن بعدين اشترينا هذا المنزل الذي نحن فيه الآن، اشتريناه من صديقنا الدكتور عبد الله العروي. هو كان بنى البيت، وكان أبناء أصبحوا يدرسون في الخارج، فقال لماذا أترك أنا بيتي وآتي إلى هنا يعني، فقرر بيعه فاشترينا منه إحنا فأقمنا هنا. هذا هو اللي بناه، لكن هو لم يسكن به. وزارنا فيه. فبعدها انتقلنا والعائلة أصبحت في هذا المنزل فترة، ثم بدأ كل أخ من الأخوة يسكن، يعني يشتري عقارا شقة يسكن بها. أنا وأسرتي بقينا مع الوالد والوالدة هنا، يعني نكون معهم دائما، خاصة الوالد كان مقرر على طبيعة الحال يسافر دائما، ولو أنه عاجلوا المرض يعني في عام 93 عاجلوا المرض واضطر أن يقوم بعملية وهو في إحدى جولاته في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم الوالد توفي هنا في 94 في شهر أكتوبر. الوالدة توفيت في عام 20 في شهر إبريل أظن. نعم هو مجيء الوالد، يعني علاقة الوالد بالمغرب وطيدة الحقيقة، منذ أن كان في بلدية الكويت حيث عقد مؤتمر لمنظمة المدن العربية في الكويت هنا في عام 65. ويبدو أن الوالد في ذلك الوقت كما خبرني العم محمد الشرقاوي رحمه الله أنه كان قد فتح قنوات تواصل مع المغرب مع غيرها طبعا، خاصة في إحدى الزيارات التي كان قام بها وفد مغربي إلى الكويت. في ذلك الوقت التقى الوالد بهذه الشخصيات، ولا أذكر إذا كانت هذه الشخصية هي العم الشرقاوي أم شخص آخر، بس في الغالب يعني ذاكرتي تخوني الآن في هذا الأمر يعني، لكن اللي حدثني في هذا الأمر كان كلام العم محمد الشرقاوي من فترة غير بعيدة وفترة أبعد المهدي بن نونة. فهنا في 65، لكن لم يكن شيء معروف عن العمل الفلسطيني، لكن فيما بعد عندما قام الوالد عندما أعلن عن انضمام حركة فتح لمنظمة تحرير الفلسطينية وأصبح الوالد هو مسؤول الدائرة السياسية، كان هناك فرص كبيرة للاتصال مع المغرب بطبيعة الحال، هذا تحصيل حاصل. كان بدأها زيارات محمد يوسف النجار رحمه الله، اللي أيضا كانت تربطه علاقة طيبة جدا بالحسن الثاني. علاقة الوالد في أيضا كانت قوية وكانت لها طابع فكري، وكانوا يقضون الساعات الطوال يعني في المدارسة الأوضاع العالمية. نعم كانوا يجلسوا طويلا، وأظن محمد بوستة عندما سئل في إحدى البرامج في إحدى المقابلات معه رحمه الله عمن كان يعني من أصدقاء الحسن الثاني ومن كان يأخذ برأيهم وكذا، فذكر شخصيات أجنبية كثيرة، فرنسية منها بشكل خاص، أما الشخصيات العربية يعني غير المغربية فأظن أنه ذكر خالد الحسن. وكان الوالد يعني كان بينهم احترام متبادل ومحبة متبادلة، وكان الوالد يقدر حنكة الحسن الثاني
وبعد نظره الحقيقة. في أثناء جلسات في الحديث بينهما فتطرق الحديث إلى حيفا وإلى المنزل في حيفا، فقال له: هو هذه المضافة مضافتكم؟ أنت تعرف أنه كثير من المغاربة في حجهم إلى مكة يمرون يقدسون في القدس، وكثير منهم كان يأتي إلى ميناء حيفا خاصة في القرن الأخير. فاعتبر الحسن الثاني رحمه الله أن هذا يعني إنه هذه العلاقة هي لها شيء رمزي للعلاقة بين المغرب وبين فلسطين. فقال الوالد، قال له: إذن أنتم مغاربة، هكذا اعتبر الأمر. وقال له: أرجو أن لا تتصور إنه الحصول على الجنسية المغربية يعني قضية يعني متاحة، هي قضية يعني صعبة، وأرجو أن لا تتصور أن غرضها أغراض سياسية، هي أكبر من ذلك. وهكذا كان اعتبرت العائلة بأكملها عائلة فلسطينية، وهذا عائلة مغربية، وهذا شمل الأعمام جميعا وزوجاتهم وأبنائهم البالغين، لأن هؤلاء أيضا كان الأمر يقتضي إظهار إخراج الضغائر بشأنهم. فهكذا احنا اصبحنا مغاربة قبل اكثر من عقد من 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 الخروج من الكويت. يعني عندما جئنا الى المغرب لم نكن نعرف اننا نحن مغاربة.